طبعا الآن يسعدنا أن نقدم لكم ضيفنا الأول الذي يعد أحد أبرز القادة المؤثرين في القطاع الخاص، ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى العالم، والذي قام منذ عامين بإطلاق شركة noon.com. شو لون الشركة؟ Thank you. شركة noon.com جسد فيها بداية صفحة جديدة في تاريخ ريادة الأعمال في المنطقة. رحبوا معي برئيس مجلس إدارة شركة أعمار العقارية سعادة محمد العبار. So this person who's about to come up is so important, we have to introduce him twice in two different languages. And now to a moment many of you have been waiting for. His projects are synonymous with the world's tallest, biggest, and best. And having conquered the region's real estate sector, he historically ventured into the world of e-commerce, solidifying his legacy as a bold pioneer. Please join me in welcoming to the stage the chairman of I'mar, His Excellency Muhammad Al-Abbar, Noon.com Properties, and the founder of Noon.com. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. صباحكم الله بالخير. اولا في البدايه ودي اتقدم بالشكر لكل القائمين على البرنامج اليوم وعلى العزيمه لتواجدي معاكم اليوم، واشكر المقدمين ان غيروا البرنامج شوي، لان الكل قدمني كمؤسس اعمار، فبعد 21 سنه يعني صار الموديل قديم شويه، علما بان اعمار قريب للقلب، واعمار هي اساس ومؤسسة أفتخر فيها وأفتخر بكل واحد من موظفين أعمار، سواء أولاد أو بنات وكذلك زبائننا. ولكن الكلام صحيح أن يعني التغير اللي صاير في العالم، يعني تغير يا أما إحنا نشوفه ونقرأ عنه كثير، نشوف ملاحظات الناس نستخدمه، أو أن إحنا نتصرف. ما بنقول أكشن، نقول نتصرف. فطبعاً في البداية أنا عندي بنتي موزة هني، وعندي عبد الله وراشد ولدي وزوجي عبد الله. فصراحة أنا سرقت الفكرة من عيالي وسويت الشركة بكل أمانة. فراشد وشمسة يعني يقول لي أبوي إحنا سوينا الشغل، ما أدري بكم الحين مبيعاتنا 10 مليون، ما أدري. لا ما شاء الله راشد أكبر، ومرة واحدة سويت لنا شركة ب4 مليار وتغطي على السوق كله. وصدق يعني في مجال التكنولوجيا you really have to have the size and the breadth because it's الموضوع يعني فيه تأثير أكثر مما نحن نعرف عنه. يمكن بتكلم عليه شوية. هو أساس وجودي أنا، دخولي في مجال التكنولوجيا ونون، الحق أنه كان دافع وطني أكثر من أي شيء ثاني. ودي أسأل كم من الأخوة والأخوات الحضور كانوا موجودين في مؤتمر مجلس الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، لأني ما أبغي أعيد نفس الكلام. بس ببدأ شوي، برجع لموضوع نون، بس أنا ببدأ ببساطة وأبغى بس أشرح لكم كيف أنا أفكر أمانة، يعني مو موضوع سبيتش وأنا أتكلم عشان أنتم موجودين. ولكن أنا الشيء اللي أعرفه، وبعض الأخوان اللي قريبين من عمري والأخوات اللي يعرفونه، أن يعني الواحد يوم يشوف كيف أهلنا عاشوا تقول يعني it's amazing، يعني كيف أهالينا ربونا، لا كهرباء ولا ماي، يمكن بعد نعمة ما كانت في وظائف حكومة، صح؟ هاي الأيام يعني ما في، ما تقول والله بس بشتغل في حكومة، ما في شيء، ولا في عملة، ما كان عندنا عملة نحن، يعني أيام أهلكم وأهلنا ما في عملة،
ساعات الريال ساعات الربية الهندية ساعات كان عندنا وين دبي سوينا دبي وقطر وبعدين ما أدري أي عملة حتى عملة ما كان عندنا أما موضوع الجواز اترك الموضوع ما كان عندنا جوازات صح فيعني يوم تفكر فيها يعني تقول كيف هالناس ما كان عندهم جي بي إس ما كان عندهم جوجل ما كان عندهم آيفون كيف يعني بمستواهم العلمي قدرنا نحن كلنا نوصل باللي وصلناه والله هذيلا عبقريين صراحة الحق واحد يقول الحق يعني كيف أنا ما شاء الله أمي أنا واحد من 13 ما شاء الله عليها يعني كيف قدروا يسوون اللي يسوون هذا طبخ ونفخ والبقرة في البيت وهذا وهي ربت يعني شيء complexity beyond أنا أعطيكم المقدمة أن بكل اللي سووه صراحة هم جبابرة جبابرة وترك موضوع عنك أنه والله الويكند هذا بصير لندن وباخذ إجازة ما أدري وين بصير بلغريد ولا بتمشى في بيروت زيرو حتى الموتيفيشن ما كان موجود والله بنسوي الشغل هاي وإن شاء الله العيال بياخذون الإجازة الأسبوع الجاي وبنصير حتى منو عنده سيارة يصير حتى أصلاً وإذا ساروا حتى غرزوا في حتى أنا أتذكر فخصوصاً للشباب يعني اللي في سن عيالي you have to know that عندنا نحن أبطال الإدارة مو بهذيل اللي موجودين في مايكروسوفت وموجودين في أبل لا اللي موجودين في البيوت عندنا اللي ما كان عندهم شيء صراحة يعني كيف الناس اللي في عماري أنا أهلهم لا يكتبون ولا يقرون وسوونا نحن كيف يعني الكلام هذا هذا كن عرف أبوه إنجينير وأمه دكتور مع احترامي ما شاء الله عليهم والله يوفقهم وسوونا خمس شركات في العالم ترى لعلمكم ما سووا شركات وايدهم خمسة معروفة الأسماء إياها هذه اللي موجودة هنيها معروفة الخمسة فلذلك هم ما بوايتر خمسهم لكن الدور دورنا نحن فأنا أقول على هذا كله الماضي هذا اللي طلعوا فيه الأبطال اللي أبوي وأمي منهم وأهلكم إحنا عندنا very good base عندنا أساس قوي بس تعرفون ساعاتنا هالأساس شو زعلني في هالأساس أنا أقول لو هالشباب الألمان أنا ما بعطي جنسيات ثانية أشوفهم يحيطون في لندن في الصيف كان ما استوى إندستري في ألمانيا صح؟ كيف الكلام هذا؟ كيف؟ تايم 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 فاليبل تايم أمي وأبوي وأهلكم ما كانوا يحوطون لندن بالشهر وبأسبوعين مشغولين عندهم عيال ترتيب الأمور they achieved فما أبغي أنا يعني حد يسيء الفهم بس لازم نودر الشغل هاي وهني بقولكم صراحة أنا والموظفين اللي وياي وبعض الحضور اللي أسسوا شركاتهم كنا 15 سنة بس نطير في الليل في النهار نطير 7 ساعات يفوت علينا وقت الشغل مستحيل مستحيل واحد من هالأبطال كنت دائما أشوفه أشوفه يونا في الطيارة يوم أدخل قبل النزول أنا أدخل ألبس بدلتي وأشوف هو يدخل يلبس بدلته الوقت مهم والصراحة أصلاً ما بيستوي شيء بدون الجد والاجتهاد فبرجع مرة ثانية وأقول لكم اليوم في السابق بدون جد واجتهاد مستمر لا أهلنا بيقدرون يربونا ويخلون نوصل هالمستوى ولا حد مني بيقدر يسوي شركة ولا حد بيسوي دوت كوم ولا بيسوي نون ولا بيسوي إعمار ولا بيستوي شيء أبدا على ما يقولون بالإنجليزي stay with it forcefully
Don't let go. Focus. أيام شغلنا في الدار التنمية الاقتصادية مع الشباب اللي ويانا في دبي كان نفس الشيء. تركيز ليل نهار. كيف نسوي أحسن؟ سوينا هذا أحسن. زين يا جماعة ما دام هذا أحسن أكيد بعد نقدر نسوي باكر زيادة. فخلال أفتكر شهرين من مساكين الناس اللي كانوا يسيئون دبي يسجلون عشان يسوي شركة كان يملي 25 فورم. شهر ونص صار فورم واحد. طبعا غشينا شوي الفورم باك ان فرنت يعني واجهتين. ولكن تركيز مستمر. كذلك أعتقد كانت عندنا مجموعة من البنات والأولاد كانوا يحبون الشغلة. فنصيحتي لأي واحد أرجوك سو اللي تحبه. Go do what you love. تذكرون في الكلام اللي قلته في أبوظبي أني أنا بديت محلات كيك أتذكر في بداية الموضوع يعني. بس بذكركم بواحد سوري قابلته قبل للأسف الأحداث. كان عنده مصنع صغير ما أدري والله ساعتين برا دمشق. قلت له شو تسوي كيك تبيع لمنو كيك؟ قال الكيك مالي من المصنع للمطار بس. قلت له وين يصير؟ قال بس اليابان. أنا عندي مؤسسات في اليابان صممت الكيك اللي عندي بس على متطلباتهم. أنا هاي ما يعرفون هل سوريا ما يعرفون الموضوع هذا. يسوي كيك يالس في سوريا. فإذا اللي أبغي بعيد بقوله أن موضوع أني أنا أسوي عمل وأنجح فيه يتركز على أشياء بسيطة جدا جدا. لن يحصل نجاح ولن يحصل عمل ولن يحصل دكان ولن يحصل ولا تكون شركة اللي إذا ما تحط راسك على الأرض. اجتهاد وتحاول وتستمر وشيء ما يمشي زين وشيء ما بيمشي زين يعني توتال فوكس. ولا ما في نجاح ولا ما في نجاح. وانت كذلك هل عندك الرغبة ان في الشغلة اللي انت تسويها وانت مركز ومجتهد ان تتعلم في نفس الوقت؟ يا ريت والله امي كان عندها انا جوجل كان ربت العيال غير عن التربية هاي اللي ربتنا إياها. نكون إحنا يمكن 10 times better صح؟ فنفس الشيء How able are you to learn? Keep learning. مثل ما قلت سابقا Your phone get updated every 3 weeks. That's how fast you should update. Otherwise null and void. بعطيكم مثال. أمس كنا نتكلم على نبغى نوظف مدير تسويق. تقول راشد سوى الانترفيو وأنا سويت الانترفيو. قال والله بس مشكلته هذا الريال عنده بس 2 years experience. قلت لهم هذا الريال اللي نباه لأن any experience beyond that is null and void in the marketing gimmicks. Old fashion. شو بتسوي دعاية في جريدة؟ شو بتسوي تحط بالبورد على شارع؟ ما الأول حبيبي هذا. فهذا اللي كان عنده علم مال سنتين ما يمشي. يمكن علم السنة اللي فات ما يمشي. على فكرة اليوم أنا عندي ناس في مؤسساتنا اللي هو يسوي بيلبورد على الشوارع. فيقولون دائما البيلبورد اللي على الشوارع على فكرة it's good for the chief executive ego. يوم يسوق يشوف. Just to share with you some statistics. If you spend $1 million or a dollar on an outdoor billboard, you can spend 10% on digital to achieve more than the million on billboard. I'm not against the business of billboard, but لأن الناس اللي على الشوارع 50% are drivers. 50%, the other 50%. 50% of them have drivers. And when you have a driver, you look at your phone. So there is balance 25. Those 25
They're really not driving straight. They're driving like this. But please don't waste your time, billboard. واحد من الأشياء المهمة أنا في نظري ما أدري الباقيين يمكن ما يوافقون عليها. How fast are you? شو سرعة عملك؟ أنا لو أقولكم اليوم خلال 12 months how big is noon, you might be shocked. فأنا rather not tell you. But nobody sleeps. Nobody sleeps. In the warehouse, in the offices, I don't think they know Fridays from Mondays. فلو يوم شيء أنتقل وأسير إعمار، أقول والله يمكن أفنشهم هاي لكلهم. كلهم يبغون يروحون الساعة 7 or 8. فهاو فاست ار يو؟ سبيد از ايفريثينج. ولا تخلي اي انسان يضحك عليك يقول لك والله هذا الموضوع يحتاج وقت، هذا الموضوع يحتاج، خلنا بنجتمع وبعد الاجتماع ان شاء الله انا برجع عليك. تجتمع وياي ليش؟ وتجتمع وياي ليش؟ انت عارف الموضوع ولا مو عارف الموضوع؟ انا واخوي عبد الله خلصنا اشغال 10 سنين على التليفون، والله ما اجتمعنا. I think it's critical that you become too fast. Not fast, too fast to get things done. بعدين شيء مهم ما ادري مرة بالصدفة شيء اقول اذا تبغى تلعب كرة العب مع كرواتيا. لا تلعب مع فريق درجة ثانية يا اخي. العب مع كرواتيا. Have good people with you. Have good friends around you. خل الناس يضيفون شيء لنا. أنت ألعب كرة مع واحد درجة ثانية. شو الفائدة؟ أبغى ألعب مع كرواتيا. أرفع المستوى. فصديقك موظفك من ناحية إذا واحد عنده مؤسسة في التوظيف ولا توظف ولا إنسان أنت تقابله وتقول والله هذا ممكن يعني. لا 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 ممكن لا تشغل هذا. لا تشغل أوعك. تبى تسوي شغل مال والله يمكن؟ كيف والله يمكن؟ نحن نتكلم على السرعة والجد والاجتهاد والمثابرة والنجاح. ف best people always. ولو أنا شخص مثلا والله أنا متفنن في صناعة الكيك، ولكن لازم عندي شخص يعرف إدارة المالية، يعرف التسويق زين. وإذا أنت ما تعرف توظف، كلم صديق عزيز عليك خلي قابل. أنا والله لا الآن أخلي بعض الأحيان مثلا راشد يقابل، أخلي موز تقابل بعض الناس. عندي واحد صديق سعودي فنان أخلي يقابلهم، مسافر أقول له اعمل لهم انترفيو على السكايب ولا أنا أقدر يعني وي. فأهمية الكوادر البشرية. بندخل شوي في صلب الموضوع الحين. أنا ما أدري والله وقت how much time I have. اوكي بس لا تنسون الله يخليكم نتكلم على نجاح اقتصادي. ما نبغي الكل يفكر في اعمار ونون وجوجل وفيسبوك. 70% من اي اقتصاد في العالم مبني على المؤسسات الصغيره والمتوسطه. ارجوكم بعدين لا تنسون لو تنظرون لشعب عظيم مثل الشعب الامريكي. الشعب الأمريكي ترى متوسط دخل الفرد 18,000 درهم في الشهر، 20,000 درهم في الشهر متوسط. فمعناته إذا نحن بندخل في تجارة ولا عمل، ترى إذا نحن نبدأ إن إحنا الواحد يحصل له 15,000 هاي بداية، ولكن نحن مستمرين لفوق. فلذلك ننزل شوية في الفكر. يعني أنا يوم بديت كان الموضوع يعني 10,000. لكن إن شاء الله بقدراتنا مع بعض نحن move upward، نتحرك للأفضل. بس حديث اليوم قبل ما أدخل على نون
وهذا السؤال ترى أنا ما عندي جواب له، بس يمكن نتناقش فيه. نحن في الوطن العربي تقريبا 300 مليون وشوي، صح؟ يمكن أكثر. أوروبا بعد 300 مليون وشوي، سبحان الله. أمريكا 300 مليون وشوي. وأنا ما أبغى واحد يأخذ هذا كانتقاد، أباكم تأخذونه كفرص عظيمة موجودة لنا. لكن قارن كم مصنع كاتشب في أمريكا، أو كم مصنع أغذية في أوروبا، وكم مصانع أغذية موجودة في الوطن العربي. أعطيكم مثال ثاني. الإمارات تقريبا فيها حجم الإمارات والتشيك نفس الحجم. الإمارات فيها 1200 مصنع للأغذية، التشيك فيها 10,000. لو شفنا أكبر 100 شركة في أوروبا مختلطة كل شيء فيها، مصانع سيارات، تصنع سيارات، صيدلة، ملابس، أغذية، تكنولوجي، صناعة قطارات، اللي هو في الوطن العربي يوم نقارنهم 100%. شوفوا على جوجل، نحن نعيش شركتين، بنوك وشركات بترول. طبعا المفروض في اذا بنقارن نشيل شركات بترول برا، لان هاي لكن ما عندهم شركات بترول، عندنا بنوك. اللي ابغى اقوله ان الفرص الموجوده عندنا، يعني يوم تشوف ال 300 مليون هاي وتقارنها بال 300 مليون هناك كبشر، وتشوف القطاعات اللي هم اشتغلوا فيها واللي احنا ما اشتغلنا فيها، من مصنع الكيك إلى شركات خياطة إلى كوفي شوب مثل الكوفي شوب اللي أخذنا فيه كوفي برا، إلى الريال اللي يسوي ينافس كاتشب، شركات هندسية، شركات صيانة، مصانع البناء من اسمنت إلى رخام اللي هو. فأنا بس ودي الله يخليكم أترك الفكرة هاي وياكم، أن فكروا بأن نحن عندنا فرص في كل مجال صناعي وتجاري، في كل مجال. تعرفون أن الوطن العربي يستورد قرب 80% من الدياي عشان يأكل، 80%. لأن مصنع الدياي صعب، عندنا مصنع في مصر. ولكن ليش اللي في التشيك أحسن منه؟ ولا الريال اللي سوى شركة إي كوميرس في الصين ولا في أمريكا، نحن عندنا يدين هو عنده 4 يعني؟ فنصيحتي لكل إنسان أن يبدأ بأي شيء صغير ولا كبير ما عليه، لكن والله في بلدنا كل المجالات موجودة، كل المجالات، مدارس، مستشفيات، مستوصفات، في أي مجال. لكن تبى تسوي شغل وتنسى المبادئ اللي تكلمنا عليها قبل شوية، والله ما تشوف، والله ما تشوف الباب، والله. أنا والشباب اللي وياي تمر علينا أيام والله ما نعرف الخميس من الجمعة. أمسات كان عندنا اجتماع يوم الإجازة، أنا والله ما كنت أدري. ولا واحدة تضرب لي مسج تقول لي والله أنا بس توني واصل بالمطار. قلت لها ليش؟ قالت لها لأني أنا كنت ترى الإجازة طويلة وأنا سرت عند هلي، بس أنا رديت ما أنك كنت تبغي الاجتماع، يعني مستولنا مثل فرعون تبغي الاجتماع في الإجازة. قلت والله سامحيني، والله أنا ما أدري إن اليوم إجازة. فبدون فوكس، بدون شغل ليل نهار، ما تمشي الشغلة. في موضوع أنا وبنتي مريم نشتغل عليه، نكي مريم هني حبروش،
هي تعرف عندي مواضيع وايدة. تعرف أني أنا so focused على الأيام and we'll get there. ما في أسلوب ثاني. لو بس أرجع مرة ثانية على موضوع نون. على فكرة إذا بتستوي تاجر لازم تكون بخيل. نسيت كاتب هني خليك بخيل. الحين أنت تبغى تستوي تاجر يبغى يسوي مكتب شريك في المكتب يا ريال. وقريب يقولكم ودر عنك أنك أنت بتشتري رنج. ممكن تحين بتسوي الموضوع هذا عقب ما تنجح اشتلك 10 رنجات يا ريال. ف يعني manage your cost. manage وإذا ما تعرف يجيب لك واحد هندي to manage your cost. لأنه ما في أحد أحسن منهم ما شاء الله عليهم. فلذلك لا بأمانة يعني. فلذلك you have to be stingy. manage your cost. start وهالأيام يعني just do it at home. على إنستغرام وواتساب بس. اللي تبغى تسويه وانا اعطيت الناس امثله كثيره على بنتي شمسه تصمم مجوهرات وهي جالسه وتركض في البيت بجامتها وما ادري كيف ويحولوا لها بيزات ما ادري من استراليا يحولوا لها 3000 دولار ما ادري كيف الموضوع هذا وتصنع الشغله تاخذ ما ادري 1000 وترد عليهم القطعه ب 2000 وهي جالسه في البيت لو وين اليوم ما في شغل قالت لا اليوم اكسرسايز قلت وش الشغل قالت والله بنشوف بعدين كم عندك في البنك قالت والله عندي 1,000,000 والله حلو صراحه فلذلك حتى موضوع اني انا بسوي ومكتب وبسوي الدكان هذا خلاص اوفر فينيشت يو دو بزنس ان يور بيجاماز اون ذا ماشين صراحه فوي اولسو كل واحد منا لو يبغى يسوي هالكيك نرد مره ثانيه على المحل الكيك مالي وايدين من الناس عندكم في البيت ولكن سو كل شيء في البيت ونحن إن شاء الله في نون قريب مشغولين هاليومين قريب إن إحنا ويلتك all successful local entrepreneurs صغار التجار ومنسوي لهم بلاتفورم خاص أن تبغى تشتري من صغار التجار تعال عندنا ما عندنا مشكلة you can really come الحريم يعني الحريم اللي تبيع براقع على إنستغرام ولا تبيع عود على إنستغرام that's massive massive صح بس أباكم تنتبهون على شيء واحد نحن في الإمارات ترى المال اللي يدخل هذا الدولة هالدولة أغلبه إيه من بيع البترول فخلكم شوية تجار وياي نحن نصدر البترول ويجينا الدولار صح وبعدين نودي الدولار برع نشتري سيارات نودي الدولار برع نشتري ملابس نودي الدولار برع نشتري طيارات فترى دولارنا هذا ردون يأخذون عنا أرجوكم أي واحد يسوي شغل في البلاد نحن we keep the dollar in the country بجانب أن أنت كذلك تساعد ربعك وهلك أن you do business with them they grow وهذا اللي إذا سوى فلوس مع احترامي لكل الناس الأجانب يشتغلون أنا ويأخذون فلوسهم وين ما يبون ما في مشكلة عندنا نحن ولكن we like people to اللي هم يخلون الفلوس في البلد فلذلك هذا ترى التاجر اللي عندنا احنا مهما كان صغير ولا كبير ترى اخر شيء فلوس اللي عندنا في البلد للاستثمار احنا نقول والله يجيب استثمار دولي استثمار عالمي يا عندنا لا ربعنا منه فينا فتأثير على اقتصاد البلد كذلك تأثير كبير ومهم بخلص بموضوع نون وما ابغى حد يسيء الفهم ولكن اللي صاير في العالم أنا دائماً أتكلم مع الأخوان في الحكومة أقول لهم العالم صراحة ضحك علينا باعوا علينا كتب وايد علمونا في جامعاتهم يقول لك والله نحن we believe in open economies open economies أوكي ما في مشكلة كيف يعني open economies يعني قال لك والله I sell to you you sell to me أوكي قابلين ما في مشكلة فهو هذا موضوع التجمعات الدولية والانفتاح الاقتصادي أقول له أوكي What will you sell to me? BMW, Ford, iPhone ملابس
اوكي متفقين. What will I sell to you? تمر, بترول. قلت له this is not a good deal. فأبغيكم دائما وأبدا تفكرون شو هو هذا الانفتاح الاقتصادي. المشكلة أن الشركات الديجيتال صارت تشتغل فوق خط القانون, لأن النظام اللي نستخدمه نحن في الإي كوميرس is more advanced what the government can do. فصارت الشركات الضخمة تي وتدخل عليك في السوق, هدفها صراحة هو مو التجارة, هدفها هو السيطرة على الاقتصاد الوطني. أنا بعض الأخوان والأخوات طلعون أسعارنا في نون, يقول عجيبة كيف السعر هذا أقل من ديوتي فري. والشاطر لازم يفهمها ليش, لأن نحن ننافس شركة أمريكية. الشركات هذه هدفها لو ما كنا إحنا موجودين كان سعرهم يعني 20% أعلى. نحن أول ما دخلنا بدينا ننزل الأسعار, ننزل الأسعار يتنافسون, نزلنا الحين اليوم من 5 إلى 15% نزلنا الأسعار, وعندنا أسعار, عندنا بضاعة نبيعها تحت التكلفة. هذا ليش نبيع تحت التكلفة؟ هذا علم لازم تقرون عنه. سامي الريامي البارحة كتب مقال ممتاز باين عليه فاهم الموضوع. هذا الموضوع اسمه How you eliminate local businesses. You cut costs, you cut prices, you cut prices until you shut down. And then when you shut down, there is only واحد أحد. This will never ever happen in our country. We will never allow it. مع احترامي للاقتصاد الانفتاح الاقتصادي والمعاملة شو يسمونها بال ما علي باللغة العربية الصحيحة, يقول والله لازم level playing field. فأنا دائما I argue, I said okay level playing field ما في مشكلة. في level playing field في أمريكا صح؟ صح. في شركات عظيمة في أمريكا صح؟ Walmart, Costco, على كيفك, Goldman, شو اسمه Neiman Marcus, Nordstrom, العظمة كلها صح. تنافس مفتوح, تنافس مفتوح, ولكن there is only one company that's beating them all, right? Why? Because dominance. ولكن بعد يبان indication now after commercial dominance, now there is an interest in political dominance. الناس الحضور الفاهمين they know what I mean. نحن اللي هلنا ما كانوا يكتبون ولا يقرون وربونا ووصلونا هني, we allow this. أن كان قبل نحن يقولون عنا محتلين البريطانيين ولا ما أدري محتلين الفرنسيين في 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 لبنان. Now we get used to a new way of companies and individuals to come and dominate us. وين تعب أهلنا؟ وين التربية؟ وين عزة زايد بن سلطان الله يرحمه؟ فنون is a company to defend the local economy. ولكن best prices, best service, best technology, best people, all the time. والصراحة بعد بقولكم الصراحة يعني إعمار is making يعني such great profit. I really don't know to do. I don't have to do this, right? صراحة يعني أنا I'm not exactly 26. فما في داعي إني أنا أصير وأتعلم الطقطقة هاي مال قوم راشد والجماعة ولكن إذا نحن عشنا في بلد فيه خير وبركة واستفدنا منه وعملنا أرباح وكل واحد منا يشوف فيه خطر, فيه خطر وما نتحرك, معناته أنه ما في وفاء.
ونحن أهل الدار لا والله ما نرضى. نحن يعني we are very loyal people, loyal to our friends, loyal to our family, loyal to our colleagues who come from other countries and work with us. But first we are loyal to our environment and our country. ودي أشكركم على وجودكم هنا وأشكركم على العزيمة أن يكون معاكم اليوم. I think we'll all have great fun listening to Gary. مع السلامة.